تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. بغيتي بنادم يكون سعيد في الدنيا؟ السعادة تعيش لحظة بلحظة، تفكير في الماضي وهو غير القلق والندم، مستقبل مجهول، دوس حياتي كلها باش نفهم هاد الشي. الروح كتصنع الخيال باش تهرب من الواقع.
تنط. وي شنو؟ طيب الفطر. السلام اخويا حمزه. السلام. موسى هضر لي بزاف عليك. عاود لي عليك كيفاش كنتي راجل مع الداخل. حداك القنص اللي كنتي بوحدك ما كاينش اللي يوقف معاك. سرطوك الدياب. وصلك الميساج ديال موسى. كاين واحد السيد سميتو مختار تيقلب على الرجال بحالك، خدمة معاه مزروبة والفلوس أغوغو. وشكون داك السيد؟ الثقة. أنا دوزت عام في الحفرة ما في ما نرجع ليهم. ما عندك مناش تخاف، هاد المنظمة ديال الشيخ وهاد الناس يديهم طويلة تقلبوا على الرجال ماشي على الشميت والرعاوين. امتى نشوفو؟ غدا في العشية في الروضة اللي حدا المرصد. نخفك شي حاجة، أنا كاين أخوك، أنا فلوس اللي بغيتي عيط لي في التليفون جي عندي هنايا اللي بالي. ما عمري ما نسخرك كيفاش درتي مع خويا موسى. نعم سي مختار، صافي غدا غيكون عندك. واخا شكرا. شكرا. نعم
can do anything you want. Huh? No, 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 no. Let me finish. This is Mokhtar Rushdie. Mokhtar Rushdie! So now, listen to your man. He's screaming like a little girl. Listen. You hear that? You hear it? Huh? He's not coming back home. And if you send anybody else, they were not going to go back home. Now say goodbye to your little friend. Bye-bye. سميتو عبد القادر محمدي. ما عرفتوش؟ معروف معروف. إلى بار سميتو باشا. واه باشا. عاقل بوشار. بالضبط نيشان بوشار. واش تعرف البلاد؟ جينا نهضروا على البلاد ولا جينا نهضروا على الخدمة؟ تي ديريكت كوم كان جامزة. صح سي حمزة الشمايت كاينين بزاف. في الأول الحلاوة، في التالي يخرج لك حنش. رشيد شكرك وشكرك بزاف. خو موسى قال عليك بلي راجل وين كنت في الحبس معاه سلكتو من الموت ورجال قلال هاد الايامات. ونبغيهم يخدموا عليا ونخلص مزيان. حسبني معاك، انا جيت نخدم. مرحبا مرحبا. عندي واحد الحجره صغيره في صباطي. في الاول كنت عنديها فيها بصح دروك راه تكرهني. بغيتك تقلعها. واخا 25,000. واش ما بغيتش تعرف شكون هو بعدا ولا مين جا؟ ما كاينينش. بغيت نعرف والو. خصني بعنوان تصويرة 80% دابا 20% من بعد. لا يكون غير خاطرك. لا توتاليتي تاع الفلوس راه تما. لو بار مولين تعرفو؟ تما يوميا ما بين 12 و 2 تاع الليل عند واحد لاباغي نوميريك.
جيبوا لي. واش تايق فيه؟ مع الوقت كل شيء غادي يبان. قلتي لي على الطالع؟ شو انت زعما اكسبير كونطابل؟ عطيتني حمار. لا حاشا سي مختار. ايفيدامون كو جو لي دموندي بوغ لاباري نيميريك. كلهم كيتسناو فينا في فصل الريونيو. الشاف الكبير تما اسطوبيس كاين. قلت لك ما تبقاش نعتو بهذا النهار. داك الشيء راه سميتو قلت التربيل داك المكلخ تاع عمير. كما قال الحال راه الشاف ديالنا. يلا نمشيو. الله غير ما يديرش لنا الطياره عاوتاني. السلامة سي ملي وصلتي راك تعطلتي بزاف. سيادنا بلا ما نضيع وقتنا اجتمعنا اليوم باش نعرفوا اخر المعلومات على لونكيت اللي دايرين دابا بخصوص دريس مصاري المعروف بالشيخ. لهذا غادي نعطي الكلمة للشيف دونكيت بن ناصر هو اللي غادي يعطيكم ادق التفاصيل. يلا سي تفضل. ميرسي كوميسار. اسمحوا لي الا خديت من وقتكم. طلبت يكون هذا الاجتماع لان لونكيت ديالنا وصلت واحد المرحله حاسمه وبغيتكم كلكم تكونوا على بينه من الاخبار اللي وقعت في الاونه الاخيره وبالخصوص داكشي اللي وقع البارح. نبداو من الاول. دريس موساري من موالي طنجه 1936 رجل أعمال تيبلغ رقم المعاملة ديالو 29 مليون أورو. بدا العمل ديالو في إطار العقار ومن بعد مشى مجالات أخرى. إلا أن هاد الأعمال ما هي إلا واجهة كتخبي واحد جبل من الأعمال المشبوهة. تبييض الأموال، النصب والاحتيال جميع الانواع ديالو وما الى ذلك. وبعض المصادر كتقول بلي انه كيتاجر حتى في المخدرات، ولكن لا الشرطه القضائيه ولا مصلحه الضرائب قدروا يجمعوا الادله الكافيه لتثبت الادانه ديالو. السي بن ناصر دوز لينا الله يخليك المهم، ما تضيعش لينا وقتنا الله يخليك. واخا من كوميسار، في الاول تبعنا خطه كلاسيكيه ولكن ما عطات والو. ولكن تيخصنا نعرفوا بلي ان 3 سنين هادي حتى واحد ما بقى عنده اتصال مباشر مع الشيخ اللي تخبى في الفيلا ديالو وخلى الاعمال ديالو كلها في يد المسمى خليل الوجدي. مختار الوجدي. مختار الوجدي سي ميرسي، اللي معروف عليه لانه مجرم وصاحب سوابق. ونحب نضيف بلي ان الناس كاملين خايفين يشهدوا، ولهذا قررت باش نزرع واحد من الرجال ديالنا
داخل هذا التنظيم، وكلفته يجمع لنا اكبر عدد واكبر قدر من المعلومات اللي توصلنا للشيخ. سفيان دال خريج كلية الشرطة، وسفيان هذا ملي كان تيشتغل داخل التنظيم قدر يوصل للكفر فور اللي فيه الوثائق اللي تقدر تعاوننا في تفكيك المنظمة، وقدر ياخذ لهم حتى التصاور. ايه واش كنتسناو حنا باش ندخلو؟ هاد الصباح لقينا الجثة ديال سفيان في الحي الصناعي، تقتل البارح بالليل. ان طرافاي دو برو. البارح بالليل اتصل بيا قال لي بلي انه عنده شكوك بلي كاين معنا شي حد هنا داير اليد مع التنظيم. اسي بالنصر، راه هاد الهضره اللي كتقول راه خطيره بزاف، خصوصا ان ما عندك حتى شي دليل. الله يخليك اتونسيون مون كوميسير. انا عارف اش كنقول، وقت ما قربنا نحطوا يدينا على شي دليل من غريب الصدف تيسبقونا الرجال ديال الشيخ وتيمسحوا كل شيء. ولكن هاد الواقعه ديال سفيان اكدت لي بالدليل الملموس لانه فعلا كاين معنا مخبر هنا في السيرفيس ديالنا، وللاسف الشديد كان الثمن هو حياه شرطي شاب شجاع مأمن بالعمل ديالو وكان عنده مستقبل. ايه ودابا شنو هو الحل في نظرك؟ كنت موجد ان بلون بي، خطه متزامنه مع المهمه اللي كان تيقوم بها سفيان واللي قربت تكمل. كيفاش هادشي كله دايرو بلا ما تخبر السيبيريور ديالك؟ مون كوميسير، المساله مساله الثقه ومسألة ديال الأمن. أنا ما نقدرش نغامر بحياة الرجال ديالي، ما حدنا مازال ما حطيناش يدينا على هذا المخبر. غادي يبقى الملف ديال القضية محفوظ في سرية تامة. واللي كنطلب منكم كاملين أنكم تعطيوني مهلة ديال شهور باش نشدو هذا الشيخ. وراني تكلمت مع السيد الوزير والسيد الوكيل العام اللي كيدعموني ب 200%. كيفاش؟ شوف ابو النصر، هادشي اللي كدير راه تجاوزتي فيه الحدود. خصني انا نكون على اطلاع على ادق التفاصيل اللي كاين في القضيه. شوف شتي هادشي اللي كدير راه طلع ليا في الراس بزاف، وراه ما غاديش ننساها فيك. هادشي غادي تحاسب عليه بزاف. مون كوميسير، كنظن بلي كيخصك تجاوب، ربما المكالمات تكون مهمة. نعم سيدي. سيد الوزير. نعم سيدي. الكوميسير بن نصر غادي يسهل ليه المأمورية ديالو. واخا نعم سيدي. خصني نكون راه الإشارة ديالكم. نعم سيدي. واخا سيدي، شكرا. الله ولدي علي، الله. We'll be right back.
الو وي شيف. لا بخير. بوحدي. كان عندك الصح في داكشي اللي قلتي. عندهم شي واحد معنا في لابريكا. لا ما شاكينش فيا. لا محال. غدا واخا. لاباري عندي دابا. لا ما نظنش. باقي لي شي واحد فيهم تابع. انا غادي نحاول نجليه ونعاود نتصل. اوكي يلا. اللي جبتو لي قلت لي بلي تعرفو مزيان وهو بوليسي. هاي هو مشى فيها بصح حتى نتا غادي تخلص. ولا تسلك منهم تسلك مني. راك غادي؟ اروح لهنا اروح لهنا اروح لهنا. امن هنا Yeah.
تبارك الله عليك. فين لاباري نيميريك؟ فين؟ كان هنا. ولكن قول لي كيفاش لقيتو الدار؟ جو سخي توجور و توي. ها لاباري نيميريك. شكرا. بالخير هاك. اش درنا دابا؟ كاين شي حاجة من بعد؟ تا في دي بون بولو. لو باترون عجبتو. باترون؟ انا ماشي انت الباترون. توجور اوسي ديريكت. غادي ريبوز توا. غادي تشوفو الباترون. On se revoit bientôt. مش كيسلم عليك بزاف وصيني عليك سلم عليك قول يا حمزة كان شي وليدات وجوج بلا ما تعقد عليا خويا غوباش كنا بغيت نسولك لان بنتي ليا بوحدك في هاد المدينة ما كتعرف حتى واحد وغدا عندي عيد ميلاد ديال بنتي بغيك تجي جيب مدام والدراري بحال فاميلا انا راه خوت رشيد نشوف ايش تفضل شكرا شي قهوة؟ لا لا شكرا عرفتي علاش عيطت عليك؟ لا عيطت عليك لأن أنت كتريزوني أحسن من داك الشاف ديالك بالناصر هو ولا كيدير راتي من مصلحة لونكيت مصلحة السيرفيس خصك أنت تشد الأمور في يديك ما فهمتش هادي شحال بالناصر هو اللي كان خصو يكون في بلاصتي ولكن الزربة ديالو الخفة هي اللي خلاته يرتكب خطأ اين النوع ديال الاخطاء اسمع ودي هادي سنين الكوميسيرون الشيف اللي كان قبل مني كان واحد السيد من المدرسة القديمة كلفنا باش نراقبوا واحد العصابة كانوا معنا جوج ديال البوليس عاد تخرجوا من المدرسة ولكن الخفة ديال بن ناصر هي اللي خلاته ياخذ المبادرة ويتدخل فعلا قتل النص ديال العصابة ولكن واحد من الرجال ديالنا حتى هو مات الاخرين ملي مشاو للمحكمه فعلا القاضي حكم عليهم بالبراءه لان الادله ما كانت كافيه من بعد انتقموا من البوليسي الاخر قتلوا ليه مرتو وولدو من بعد لي سيبيريور هما يكلاسيو بن ناصر ومن تما هو بقى حاقد على الوضع داك البوليسي مسكين اللي مات ليه مرتو وولدو فين مشى تيقولوا انه تصاب بانهيار عصبي ديميسيونا ويمشي ليطرونج دابا شنو مطلوب مني انا؟ اللي مطلوب منك هو علاش عيطت عليك شوف ولدي هذاك بن ناصر غادي تتبعو خطوه بخطوه اي حاجه تجيبها ليا الشاده والفاده تبقى معاه ديما وشوف هادي راه مهمه سريه ولا الامور تمشات مزيان راه لا بدا من ترقيه هاكاك هادي الهضره ديالنا حنا دابا يمكن لك تفضل
السلامة. ما تحملش غادي يجي والله ما تحملش. شنو هذا كادو الدرية ياك؟ دخل. كلشي مزيان شت كان داك الخاطر الدراري الصغار عندكم الدريه واحد تبارك الله بارك الله فيك الله يكمل عليكم بالخير والعمل عليك عرفت حمزه لهنا اختيار في الحياه ماشي القضاء اللي كيجيبو لك وانا عارفه بلي راجلي غادي فواحد الطريق ماشي التالي ما بغيتش نعرف شنو كيدير كل يوم كيمشي للخدمه كنبقى مخلوعة عليه ملي تسد عند البنت هو كيقول غادي يحبس بغيت نسولك السي حمزه واش تعرفتي على موسى في الحبس بغيت نطلب منك واحد الطلب بغيتك تهضر مع راجلي باش يبدل رايه في هاد الخدمه ديالو كنظن تقدر تقنعه انا ما باغيه لا فلوس لا ذهب انا باغيه نعيش مرتاحه ما بغيت نبقى عايشه في الخوف كل ما راح نتصونا في الباب كل ما شي واحد يدق ما عجبانيش الخدمة ديالو ما بغيتوش يبقى خدام غير بالليل عافاك حاول معاه اخو دابا نشوف انا نهضر معاه باين عليك راجل مزيان ورشيد كيعزك بزاف ما عمرو غينسى داكشي درتي مع خوف الحبس سورتو بان ادخو هو اللي بقى عنده من العائله عافاك حاول معاه وخير على وجهك شكرا ملي جيتي الشيف
كاين شي حاجه؟ لك ما خصك شي حاجه انت، وصلوك الفلوس اللي فرست ديك البارح؟ وصلوا شكرا. شو هاد الوقت ما كاينش اللي كوصل للشيخ حتى واحد، غير واحد سميتو بالخير، واحد لافوكا. عمرك سمعتي به بالخير بوجمع؟ ابوكا فيسكاليست دام في المقاوله القانونيه ديال الشيخ تبرات هولدينغ. بغيتكم توجدوا لي واحد الدوسي عليه، نعرف مع من عايش، فين ساكن، شكون اللي كيشوف، مع من معاشر، ونعرف عليه كلشي. ما كاين مشكل، ولكن التحريات كتبين بلي ان بالخير غير حوته صغيوره. مكلف المسائل القانونيه ديال لي زافير ديال التنظيم، غادي نوضعو تحت المراقبه. قول لي كاين شي حاجه اخرى؟ مختار بلي هو اللي خصنا نحضر، هو اللي كيسيل كل شيء. هنا انا متفق معك، ولكن تيخصنا شي حاجه بالموس. قول لي ما عندكش فكره شكون اللي عطى لوردر باش يقتل سفيان؟ كان 4 شهور غادي في التنظيم قبل ما تجي انت، كنت بغيتو يدير الطريق. كيفاش؟ وعلاش ما علمتونيش انا؟ كنت خايف عليك لا تفضح انت وياه، ولكن كنظن بلي انه فعلا كاين مخبر ديال الشيخ في التنظيم ديالنا. مسكين سفيان، يلاه تخرج من ليكول. وكيفاش تقتل؟ ضرب هاد الموس. كيفاش فهمت هادشي؟ هاد الايام نهار من بعد ما كيدير خدمة مع التنظيم، واخا غنشوف شكون اللي قتلو. كون على بال هادوك مسخت الوالدين راه ما كيلعبوش. قولي انت بعدا صافا باقي كتاخد الدواء؟ بغيتي تقول لها دروك؟ السنين هادي باش توفات المدام والدري الله يرحمهم، جا الوقت باش تزيد لقدام، ما غاديش تبقى عايش في الحزن حياتك كلها. باش ما عمرك ما جبت عائلتي، شو كنت معاهم هادشي كله ما يقعش، كان عليا انا اللي نكون معاهم. انا اللي كان عليك والو، كان عليك والو. انا كنتاسف الا كان القاضي تلقاهم، ولكن كنوعدك لان المسؤول على هادشي غادي يتحاكم وغادي يتشد. هادشي علاش انت قبلتي دير هاد المهمه؟ اوكي الشيخ. راه فرحان بيك بزاف حيت انت سنتي لسانك غير هو مريض بزاف، كيعرفتي راه كبر مختار، راه انت كلشي. Thank you.
صافا كيف بقيتي؟ انا شمع ايطاليا ديميسيونيت من البوليس سمعنا هادي. انا فاهمك باقي في الصدمه، ولكن عندي لك واحد الاقتراح ماشي رسمي، قلال بزاف الناس اللي عارفين ديك الحادثه، وانا كنحس بتأنيب الضمير، وكنظنوا معايا حتى السيد الوزير بلي اننا تيخصنا نديروا شي حاجه باش نحاكموا هذا المجرم، وكنظن بلي انه من الاول كانت الكارطه مغشوشه، الاخبار كتوصل للشيخ، ولهذا بغيت دابا ندير استراتيجيه اخرى. انت غادي تزرع داخل التنظيم، الخدمه بالرجال ديالنا فيه مخاطره، انت رسميا استقليتي وحتى واحد ما يقدر يشك فيك. عندي هنا الدوسي ديالك، اوراق ديالك الرسميه، كارت دو ترافاي، لا ديميسيون، وحتى اعاده تشغيل مقام طرف الوزير. صوبت لك هنا دوسي مزور، انت من دابا سميتك حمزه رضواني سجين الحق العام، غادي تدوز شي شويه ديال الوقت في الحبس باش تعرف، ولكني سيرتو بغيتك تتعرف على موسى القديري، الاخ ديال رشيد القديري اللي هو واحد من الرجال ديال الشيخ، تقرب ليه وكسب الثقه ديالو باش النهار ملي تخرج من الحبس خو رشيد يخدمك في التنظيم. انا فكرت فيك انت بوحدك، انت الوحيد اللي عندك دوافع باش تقبل هذه المهمه، عارفك متبع عند الطبيب، المهمه صعيبه عليك، ولكن خصنا ندوزو لاكسيون. بزاف، ولكن انت الامل ديالي الوحيد، الا انت رفضتي انا غادي نديميسيون. سنة في بلادكم شنو اسميك؟ أنس سفيان هيثم حمزة رضواني مشرفين موسى
راه ديك الشمعة. ماماك وصلتهم في الباب، قلت لهم حتى ولي الدري اللي يتبلى، ولكن ماشي مشكل، انا غير ردك راجل. نجبر لي اسبوار وراني حالف ماني لابكيت ويلا حكمت هي لا فرانس نديها قاورية كونترا عليك جابون سبعاها نجبر لي اسبوار وراني حالف ماني لابكيت باش تقتلني امبوسيبل خويا حمزة شد لي كدير اتاي هي الاولى اسمع اسمع اي جاي 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 مراكش وجدة نوض اخويا نوض كمل لي خاطرك جبوز معاها نجبر لي اسبوار وراني حالف ماني لابكيت باش تقتلني امبوسيبل يا سلام كتفكرني في شي قايم كتكيف كتمشي تطلب من سرجم حوايج مصبنين اتاي عامر سانكي طوال خذ ليها راحتك تديها قاورية كونترا عليك جبتهم سمعاها نجبر لي صبار وراني حالف ماني لابكيت باش تقتلني امبوسيبل
واش ماكم ديروا؟ خدموا برجليكم شويه. هاي نوضوا. Je vois qu'on a gardé la forme, Mokhtar. En retard, comme d'habitude. Alors, on a réfléchi. Comme convenu, 25%. 25%. Comme convenu, hein? Le rajil raha baghi 25%. Oui. Tu te crois plus malin que le Walid? Écoute, Mokhtar. Je t'ai toujours parlé avec beaucoup de respect. 25%. On a mis tout notre fric dans cette affaire. 25%. C'est ce qui a été convenu avec le cheikh. Le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est 10%. Alors, c'est à prendre ou à laisser. Je parle pas avec les pions. C'est le boss qu'on va voir. Il n'a plus le temps. Maintenant, c'est à moi qu'on parle. Je vous donne une semaine pour me ramener le dossier. Tu veux nous la mettre ou quoi? Simon, calme-toi. Simon, Simon, Simon. Simon. Ok, ok, ok. Tu nous menaces maintenant. Hein? Mokhtar, qu'est-ce qui t'arrive? Toi et tes hommes. Hein? Tu as oublié tout ce qu'on a fait pour toi? Mon père, mon grand-père. Avant, vous travailliez pour qui? Dis à ton patron que si c'est la guerre qui veut, qu'il s'attende au pire. مزيان هادشي اللي بغى الشيخ. ما تفكرش بزاف، خصنا ندوزو للخطوه الثانيه. عرفتي اش دير؟ عيط لينا على حمزه. بلاتي انا أقول لكم، هادي هذا واحد الدري ولد الدرب. واحد النهار مشى للتيران، ما عمرو تفرج في كورة، مشى ديك النهار للتيران، دخل جلس بحال هكا، صول واحد الجوج جالسين، قال لهم خوش دايرين هادو؟ قال لي 0-0، ويدور عنده، قال ليه شكون اللي ماركا الزيرو الأول؟ يلا بغيت نقولها لك. صور دابا؟ دخل الدار كتبان ليا سليمه مريحه في واحد البلاصه حدا واحد جوج العيالات، كان الدار داكشي العيالات ما عندي ما ندير بيه، تنقع لبيتي. دخلت البيت بحال هكا كنحل البلاكار، لقيت مي امينه مالا؟ نعم عليك وليكم ناس لحظه ما نتبخ تحت. ايمان هي الغريطه ديال هاد الدار، تنطلب الله يخليها لينا ويخلينا ليها. إلا ما بغيت تجي راه قلت الحياة ما تجيش عادي وكاليلا ماشي زوين يدخلوا لي. واخا واخا هادو غير ونهار نديهم للدار الجاي ونعس معاهم مزيان. هادو بنات خالتها كتهضر عليهم على اساس. صافي قلنا واخا انا لا غنجيبها لكم. لا اشنو تصاوبي معاها قهوة؟ اه سي معاها النعناع. ونفسي شوية سي سيفي شحال مزيان. تانا اخو حمزة ضرب عام ديال الدراس، ولكن موسى هز القضية كلها على كتافه، قال لك حكا انت عندك الدراري وعندك مسؤولية وعندك عائلة. موسى ما عمرني ننسى خير وما عمرني ندوز. القهوة بالسكر سي حدا؟ لا قهوة كحلة الله يخليك. وي مختار؟ لا مع رشيد.
حدايا وخاطر الله مختار مالو راه يشوفني هكا صافي صافي زيني ما كانجي اللي بيروح حتى لا رانت واحد الروايه البارح سيمو وخوه ضربوا مع مختار وسمعت بلي مشوا عند تركي اش بان لك دابا ما ديروا والو حتى نتاكدوا من المعلومه ان بريفين دون زان كاردور قاد اجتماعات ما غاديش نعاود الكلام هاد لي فري روكو ماشي ساهل من واحد شويه غادي يقولوا لي فين راهو وغادي يكونوا مع لو تورك سمعتوا
وحضروا روحكم. دنبي ابراهيم هادي بدل الفلوس. مزيان معلومة كدات كيخصكم تعلموا على بريغاد دانترفونسيون ريزوتر سيرفيس. جاتون انكور اون انفورماسيون اون برافو عليك صافي عرفنا فراهم راهم غير كيخلطوا القهوة طم بيعك. رشيد دي حمزة معك. اسمع جمع معاهم جيب لي الدوسي. شوف دي معك عبد النبي ونور الدين. حمزة فين غادي؟ التواليت. وقفوا 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 حتى واحد ما يتحرك. وقفوا هي حتى واحد ما يتحرك. خرج واحد البلان قيد عندك. ربعتاش جوج 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 ربعة ديالك هذا تا هو الشكان تا هو لا توب. واش واش غادي تقول تربح المغير تما؟ لا 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 سي مختار والله ما انا والله حتى هذا شي كانار وحق الله سي مختار وحق الله هذا شي غير كانار والله حتى شي واحد بغى يدير لي شي قالب وحق الله.
كاع هادشي كنار. وكتعرفني انا ملي كنت صغيرة مختار وجال هادي ليك هادشي كاع هادشي كنار. وكتعرفني ماشي عليا. حمزة رفضوا جبد معاه ودفنوا في الغابة. بالنصر شت هذاك المخبر ديالك ماشي انت ليه المعلومات اللي كان عطانا كانت كلها خطأ. السيرفيس ديال الانترفونسيون مشى حتى للقهوه ما لقى حتى شي واحد. داكشي علاش قلت لهم يدخلوا. ما عرفت اش وقع من كوميسار. كاين تما شي مشكل ولكن غادي نعمل لازم. شوف بالنصر راه ماشي في الصالح ديالك تخطا عرفتيني راني كنتسناك. عندك تغلط. انا غوت حمزة حمزة ديب ليا خويا ديب ليا حمزة الله يحفظك حمزة ما تيتماش ليا الله يرحم ليك حمزة الله يحفظك حمزة حمزة ما درت وحده ما درت وحده وما درت وحده والله يحفظك حمزة زد فمك سد فمك الله يرد عليك حمزة حمزة عندي بنية أخويا وش تتمنى لي الله يحفظك الله يحفظك حمزة الله يحفظك الله يحفظك حمزة حمزة عندي بنية حمزة ياك أخوك أنا أخوك حمزة والله ما شي حاجة وحق الله والله أخا حمزة ما شي حاجة وما درت والو حمزة الله يرد عليك عندي بنية أخويا
توقع عشان تعطيله واحد في السيرفيس ديالك راه خدام معاهم وكان معاك شي واحد فاش عيط عليك. ما نقدرش نعرف شكون معايا بزاف ديال الناس. هادشي ولا كيخلع. المهم انا غندوز الفيلا وغنشوف الا نقدر نكتشف شي حاجه تما. تبع مختار قضية ولات معقدة. كنسحب منك المهمة. أنا سداني الشف وغدا غادي يحقو معاك.
مقدرش نتحمل فشل اخر، خصنا نحبسو دابا. لا ما غاديش نحبسو، لا ما غاديش نحبسو. داك انت اللي مدخلني في ديك لوبيراسيون. ضحيت بزاف الشيف، ضحيت بزاف. عطي لي 4 ايام 3 ايام يومين نهار غير باش نكمل لوكيت. شيف روضي لي هاد السيرفيس ما يخليك. غادي نقول لك انا الو كيفاش الطوموبيل؟ هبعي تشوفني دابا. فين كنت؟ اسمو كنت دير الفوق؟ مرة كنجي لتما السيكتور ديالي هذاك. واش كان؟ فضيت معاه؟ الله يرحمه. مزيان. عندك خدمة أخرى؟ مع 5 ملايين. قلت لك تجيب لي الدوسي. راه مع لي فخيغ غوكو. هاد الليلة غادي تجبرهم في لو ريستوران 4 بيير. غادي يكون معاهم لو ترك لي فرير روكو. جبد معاهم ولو ترك اش نديرو ليه؟ ما تخطش فيه، من تكمل روح لديبو. ما تنساش الدوسي، ما تخممش على الدوسي. اي شتك تبدلت؟ كيفاش تبدلت؟ المرة الأولى من عطيت لك الفلوس حسبتهم، دروك ما حسبتش. ثقة؟ يمكن.
عند راه كاين شي خبار. ما خصكش تدير بزاف داك الدواء. شي بطا خاوية كليتها كاملة وهادشي مازال ما شدينا الموضة بركيزيسيون خبارك. وين كاين؟ كتبان ليا ماشي هو هذا كتشوف الطبيب. لا زعما وصلت داكشي اللي بغيت وداك اللي كنت الشيخ خصو يخلص. قرات نص الليشر قرات نص الليشر. انت درت الخدمة ديالك خلي العدالة دير الخدمة ديالها. ما تجبدش لا العدالة ما تجبدش لا العدالة. العدالة خوات بيا العدالة دات لي ولدي ومرتي وحقي غناخدو بيتيا. اشنو ما كتهلوس عندك اون ميسيون وانا لو سوبيريور ديالك كيخصك تصمت ليا. يمكنش نرجع مشيت بعيد السالفة شفت الخط الاحمر. شوف حتى غادي نشوف لا كوميسيون غادي نعطيهم لو دوسي ديالك كيخصك تلتزم بالاوامر. دوسي عندي تلقاو دابا في الطيبو واخا
وانا جاي. باغي الشيخ فين هو الشيخ؟ سمع بلا ما تهرس راسك، عطيني الدوسي وعطيني السلاح. كلا البطرون بصف الشيخ بركات قلت لك تحركوا. كنقدم ليك الانسبكتور علي مجبود، الراجل ديالنا في المخزن. شمتى؟ قولوا لي حنش مختار. علاش كتقلق؟ هاد لافير غادي تسالي بحال شي ويسترن. البلان ديال بن ناصر غادي يهزو الماء وانت غادي تموت. Thank you.
والو حيت ما كاين والو. الشيخ مات كيف نيف هادي باش مات شنو؟ الشيخ مات كيف نيف هادي باش مات دابا تحرك انا حمار ياك شنو الشيخ؟ اديك الليله اللي دخلنا عندنا فيها البوليس وخبيت الموت ديالك حتى الناس اللي قرب ليه ما كان في راسهم والو. مرة كنت كنجيب واحد الممثل وكنجلسو في الكرسي ديالو اللي في الشارع واللي شافو كيفحكو الشيخ
الرحمن الرحيم. اسمي شخصيا وباسم كافة أفراد ديال المصلحة كنهدي لك هاد الوسام ديال الشجاعة، لأنك فعلا برهنتي على الكفاءة ديالك العالية. كذلك كلفني باش نبلغك الترقية ديالك لرتبة كوميسير مكان الفقيد الله يرحمه سي بن ناصر. فيليسيتاسيون. شي قهوة؟ مرتك خندي الله عبدك 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 ال